يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاستغفار بنية أن يرزق الله سبحانه الإنسان بولد أو برزق أو غير ذلك، ما حكم هذا الاستغفار بهذه النية؟ الاستغفار نعم بنية أن يرزقه الله مالا أو ولدا، يدعو الله بحاجته، يدعو الله بحاجته ولا يكفي الاستغفار. الاستغفار إنما يكون في استسقاء طلب الغيث، لأنه إنما امتنع الغيث بسبب الذنوب، لا يستغفرون من أجل ذلك. نعم.